السلام عليكم، أهلا أم عبد الباسط، يرحب بكم. اليوم غنشوفوا واحد الخبز اللي بجميع أنواع الزرارع أو الزرارع اللي عندكم. المهم أنتم كتشوفوا الشكل ديالو. غادي ندوزو دابا لمراحل تقديم الوصفة. بسم الله. المكونات عندنا 500 غرام ديال الفينو و 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، عندنا جوج بيضات، وعندنا 4 كاس ديال الزيت البلدية، عندنا الملحة اللي غنملحو بها الخبز ديالنا، عندنا شوية النافع وشوية حبة حلاوة، وعندنا جوج معالق ديال الخميره الفوريه، وعندنا جوج معالق ديال السنيده. شيء طبيعي عندنا الماء دافي باش غادي نخلطوا العجينه ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نوريكم كيفاش غنخلطوا الفورس مع الفينو، وغنوضعوا في الوسط ديالو هاد الخميره وهاد السنيده هادو، ونديروا عليهم شويه تاع الماء دافي ونخليهم يتفاعلوا واحد 3 دقائق هكاك، ومن بعد عاد غنضيفوا باقي المكونات. المهم انا غنخليها 3 دقائق ونشوفوا معايا كيفاش غتفاعل الخميره مع السنيده باش كتعطي المفعول ديالها مزيان. العجينه خاصها تكون مرخوفه، دونك غنعجنوا العجينه تكون مرخوفه من الاول، يعني ما نخليوهاش حتى تنقولوا بشويه بشويه غادي نزيدوا الماء. من الاول خص تكون العجينه عندنا مرخوفه، ومن بعد ما نعجنوها خاصها تدلك مزيان، تاخذ وقتها في الدليك، سواء في العجانه سواء بيدك. ما فيها باس، حنا بغينا نرجعوا اليوم نفكركم في هذا الخبز اللي كنا كنديروه وللاسف ما بقاش، يعني كانت عندنا ضيف كان نديرو، كانت عندنا عيد كنديرو، دابا للاسف ما بقاش هاد التقاليد الغذائيه عندنا، ولينا كيجي عندك الضيف كتمشي تجيب الخبز من الزنقه. المهم انا بغيت نفكركم في هاد الخبز لان كانت عنده ذكريات معنا. غنخلي الخميره تفاعل ونرجعكم شويه. الخميره ديالنا هي تفاعلت كما كتشوفوا، انا نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوها، هي كتبدا داك الفقاعات. دونك كيبقى لنا دابا غير نخلطوا المكونات كاملين ونعجنوا العجينه ديالنا. عجينه عاديه هي، في الاول قلت لكم انا خاصها تكون بسم الله، خاصها تكون مرخوفه من الاول. دونك نديروا ديك الزويت تحتها، هي نديروا دوك المنسمات، انا خصها حبه حلاوه ونافع هما اللي كيجيو غالبا في هذا النوع ديال الخبز. غادي نزيدوا القبيصه ديال داك الملحه اللي باردون دونك ماليا، غنعاود الملحة أخرى، ديك الملحة غادي نزيدوها حتى هي، ونعجنو العجينة ديالنا ونخليوها ترتاح، ومن بعد غادي نتلاقى معكم باش نشوفو كيفاش غادي نكوروها وباش غادي نزينوها. أنا كنختار الجنجلان، حبة هاديك رق التان، البافو، المهم اللي عندكم نتوما باش تزوقو الوجه. ما عندكمش كتكتفيو غير بالفورس، أنا غندير معكم واحد الخبيزة غير بالفورس بوحدو، يعني كنغبروها بداك الفورس من الفوق كتجي حتى هي غادية المنظر. المهم غنتلاقاو باش نعجنو العجينة وترتاح، نخليها ترتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقة ونتلاقاو من بعد. أنا نوريكم القوام ديال العجينة كيفاش كتكون مرخوفة، نتوما كما كتشوفو في هاد الشكل هذا، ما تخافوش منها، هانتا كتكون بحال هاد الشكل، يعني باش ما تمحنكمش من الأول ديروها مرخوفة، لأن أصلا الفينور كيشرب الما فيه ساعة. دونك أنا قبل ما نديرها في العجانة قلت ضروري نشارك معكم الطريقة كيفاش خاصها تكون. دونك هانتوما كيفاش شفتوها، كنحطها في العجانة وكنديها كنعجنها، ونتلاقاو كما قلت لكم من بعد فاش نبغيو نخليوها ترخف، ومن بعد نتلاقاو باش غادي نشوفو كيفاش غادي نكرسوها. العجينة ديالي من بعد ما خمرات ها هو الشكل ديالها كيجي. انا غادي نحيد معكم منها، غنحيد هاد الراس ونخويها من الهواء ديالها. انا بغيت نوريكم المكونات اللي غادي نحتاج. غنحتاج واحد شويه الزيت العادي النباتيه اللي غندهنوا بها يدينا، لان العجينه كما قلت لكم راها مرخوفه، دونك غنحتاج ضروري شويه تاع الزيت باش ندهن يدي. وباش غادي نزوقوا الخبز ديالنا، خديت شويه تاع البافو، شويه تاع الفورس، زرع الكتان، زنجلان، وعندي الحليب. اللي ما عندوش متوفر حليب يدير غير الماء، بحال الماء بحال الحليب. ضروري انا فاش كنكور الكره كنغطسوها في هذا الحليب وكندوزوها في الزريعه اللي بغينا من هادو. انا درت الفورس لان الدراري ما غاديش يبغيو ليا اكيد هاد، يا ربي قبلوا ليا غير زرع الكتان وحبه حلاوه اللي كاينه فيه باردون نافع وحبه حلاوه. دونك فضلت ندير شويه تاع الفورس باش حتى ما بغاوش ياخذوا الخبز عادي. ودابا غادي نخويو العجينه ديالنا من الهواء وغنتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نكوروها. احنا العجينه ديالنا هي من بعد ما خوينا من الهواء، دونك غنشكلوها على حسب الحجم اللي بغينا. دونك غادي نبداو، دابا انا غادي ندير الكرصه تقريبا قد هكا كيف ما كتشوفوا. انا على ما نديرهم كاملين، نقطعهم كاملين، غادي نرجعو نشوفو كيفاش. كاين اللي كيبغيهم كبار، المهم الانسان كيدير على حسب الحجم ديال اللي غيفضل هو. دونك الاحسن الواحد يديرهم صغار حتى لهز واحد وحده ما يبقاش فيه هذاك الكسور بزاف. دونك هذا هو الشكل ديال ها
غنبقاو على هذا الشكل حتى نساليو الكميه كلها ديال العجينه. راه كتجي طايعه في اليدين يعني ما كتمحلكم ما والو. عاد نزيدو حنا فاش غنديرو هذا الخبز، راه ما كنديروهش يوميا يعني كنديرو غير مره مره، الوحده تعطيها الخاطر شويه ما غتخسر والو. وغنكونو الطاوه ديالنا يعني دهنا داك البابي سيلفيريزي ورق الزبده كنكونو دهناه باش هو اللي غنحطو فيه باش نيفيتيو انها تلصق لينا ولا شي حاجه. اللهم من الاحسن دابا راه متوفر في المحلات، راه كتشري 10 ورقات ب 6 دراهم ولا يعني رخيص، وحده تكون عندها في المطبخ ديالها كتحتاجو بزاف ورق الزبده. دونك غنهزو الخبزه الاولى اللي درنا بهذا الشكل، حنا غادي نعاودو نكوروها وغادي نجمعو الجناب ديالها كيما كتشوفو هكا. غنتحكمو فيها بعدا ندهنو بالزيت، دونك غنتحكمو في الخبزه ديالنا بحال هكا. غادي نجيبو بحال الحليب، غادي نغطسو هكا في الحليب مزيان متخافوش منها. دونك غادي نهزوها ونحطوها في الزريعه اللي بغينا. دونك انا غادي ندير جنجان هو الاول، كنحاول ندير حتى الجناب، حتى الجناب نوصل ليه بحال هكا حيت الا كتخمر راه كتزيد. دونك في الجناب بحال هكا، انا غنشوف معكم كل زريعه في شكل. كنهزوها ها هي كتكون عامره بهذا، كنحطوها في كنحطوها نحاولوا نبعدوا ما بيناتهم. دونك هذه الاولى هي الاولى، حنا غنرجعوا غير نقرصوها شويه ما غاديش نخليوها في هذا العلو. غنمسحي يدي من الجنجلان وغنرجع نشوف معكم الخبزه الثانيه. دونك الخبزه الثانيه هي هذه بنفس الطريقه، كنهني يدي بالزيت كنحاولوا نجمعوها. هادي راه ماشي هي الطريقه التقليديه اللي كانوا كيديروا والدينا، والدينا راه كانوا كيديروا غير الزراره وكيعجنوه عادي، كيكون زايد شويه في الفورص وكيقرصوه بالطحين يعني عادي غير يعني. هذه طريقه مبتكره اللي كنشوفوها بزاف كنشاركها معكم. دونك غادي نجي للحليب بنفس الطريقه، غادي نحط الحليب هنا لداخل العجينه في الحليب، غادي نحاول نهز، غنمشي لزريعه الكتان دابا. دونك هاي زريعه الكتان، كاين الشوفان دابا حنا ما الحوانت عندنا سادين وكلشي يعني حتى الشوفان كيجي في المنظر ديالو زوين. دونك غنكمل هاد البلاصه ما يبقاو خاوين، غنحط هو الحليب مع الحليب راه كتلصق. حاولوا الجناب حتى هما نديرو هكا صافي، وغنحطوها غادي نبعدوها على اختها. هاد الشكل هذا وغنرجعو باش نديرو الشكل الثاني. دونك ندهن يديا، غنحيد هادي، غادي نهز هادي ثاني، عاود نفس الشيء غنعاود نلولبها الشكل، نحطوها في الحليب غنشوفو الخشخاش أولا لي كيقولو لي البافو، تا هو راه موجود متوفر في عند العطارة يعني تمن مناسب، أولا حبة البركة لي كنقولو ليها حنا التانوج. دونك غادي نحاول نحطها نفس الشيء، ندوز الجناب هكا وعاد باش فاش غادي نطلقوهم دابا أنا غتشوفو معايا ضروري غيكون عندنا سكين موس أولا زيزوار ديال الطبخ باش غادي نفلحوهم، ديك التفليحة هي لي كتعطيهم داك المنظر زوين. غنمشيو دابا للشكل الثالث، غنحيدو هاد الخشخاش من قدامنا وغنمشيو للخبزه الثالثه، غادي نديروها في الفورس الخبزه الرابعه بلوطو يعني دابا ديال. دونك حنا الزيت ما درتش يدي في الزيت، دونك هادي غادي نهزها بنفس الطريقه غادي نحطها في الحليب هاد الشكل. كنهزوها كنجيبو هاد الفورس وكنحطوه من فوق منها بحال هاد الشكل. نتا عندك اختيار، ممكن دير غير حاجه وحده، ممكن ديرهم كاملين، ممكن تقرصيها بالطريقه العاديه ديالك بلا هاد الزرارع بلا والو. دونك غادي نرجعو وغنكملو بنفس الطريقه يعني حتى غنكملو الطاوه ديالنا. اما من بعد ما وجدتهم كاملين خرجوا لي هاد السته اللي هنا، وكاين طاوه اخرى خرجت لي خمسة، دونك في المجموع خرجت لي 12. دونك غنحاولو دابا نقرصوهم بقياس اللي بغينا، حنا كاين اللي كيبغي الخبز غليظ شويه يخليه مغلاط شويه، المهم انا كنبغي الخبز مويل. هانتوما غتشوفو معايا غادي نقرصوهم نهبطوهم شويه بحال هكا. وعلى فكره راه عير تساليهم حطو الفران يسخن لانهم هما راه في ساعه كيخمروا، لان العجينه مطلوقه مرخوفه، دونك هما ما كيطلبوش الوقت. دونك كتقرصهم على الحجم اللي بغيت، انا بغيت مثلا هذا الحجم، هذه حتى هي كتبرك عليها هكا. كتفلحهم بالموس يكون ماضي اولا كما قلت لكم زيزوار يكون خاص بالطبخ. انا غادي نخدم معكم
ديجا بداو خامرين دونك الفران ما خصو يكون الفران سخون. نزيد عليها شويه انا نرجع لو بلون دو طراي احسن الاكليرات عندي شويه ناقص هنا. دونك هذه ها هي قرصناها هذه ديال الفورس حتى هي ها هي قرصناها الحجم اللي بغينا نحاول ندير الجناب. دونك غناخذ موس انا ما توفرش عندي زوزوار ولا دونك غناخذ غير الموس عادي ماضي. دونك نحاول نفلحها هكا نفلحها شويه تتبان لي هاد الهبطه هكا. دونك هادي حتى هي على الشكل اللي بغيتي. انا درت هنا زائد دونك هادي راه واجده عندي هادي نقدر نفلحها هكا غير طولي شكل طولي. انا غادي نديرها معكم هكا على الاشكال اللي بغيتو. دونك هادي درت فيها جوج تفليحات بحال هكا غادي نفلح هادي حتى هي على شكل زائد وصافي. وغنكملوا كلشي غنغطيهم بواحد الزيوت ونخليهم يخمروا. راه هما في ساعتين خمروا نكونوا ديجا كنسخنوا في الفران ديالنا وغنطيبوهم على عافيه. ماشي نقولك مجهده بزاف ولكن خص تكون العافيه باش ما يكرموش لينا. الخبز ديالنا من بعد ما طاب هو كيجي على هذا الشكل. ما تردوش انا بالنسبه ليا ما تردوش انكم تجربوه لانه مره كنديروه ما فيها باس. هو كيجي رطب وكيجي ندير هاد الخبزه راني كنت فلحتها قبل ما نقرصها دونك فلحتها عاد باش قرصتها داكشي علاش عطاتني هاد الشكل هذا. هادي اللي بالفورس العادي هما كتشوفوه هادي لي بافو بالخشخاش هادي بالزنجلان كنت شرحت على ثلاثه. المهم 11 خبزه ديالي اللي خرج ليا هذيك الكيلو ديال ما بين الفورس والفينو وهي هذه كامله. الباقي تاع الخبز هو هذا ما كيتعطلش كاع في الخبز ديالو خاص على الفران يكون سخون وتكونوا مقابلينه يعني ما تغفلوش عليه. هذا هو الخبز ديالنا كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه ما فيهش مكونات كثيره وبالصحه والراحه. وما تنساوش داموا القناه ديالنا باش دائما يوصلكم الجديد وشكرا جزيلا الى الملتقى ان شاء الله.